من الخرطوم ينضم إلينا مراسلنا أحمد العربي. أحمد، ما الهدف من هذه الزيارة حتى اللحظة؟ هل تم إصدار أي تصريحات أو بيانات من قبل أحد الطرفين بخصوص الزيارة؟ يرى يمكن القول أن العنوان الرئيسي لهذه الزيارة هو بحث أديس أبابا عن التهدئة مع الخرطوم وبصورة عاجلة. يمكن القول أن أديس أبابا لم تنم منذ أن نشر الجيش السوداني قواته على طول الشريط الحدودي ما بين السودان وإثيوبيا على أعقاب توقل الجيش الأثيوبي داخل أراضي السودانية. الآن إثيوبيا منذ ليلة الأمس اتصالات أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي برئيس الوزراء السوداني وبرئيس مجلس السيادة، والآن هذه الزيارة التي جاءت هكذا بالسرعة العاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وفق هذا التوتر الذي تشهده علاقات البلدين والذي كانت فيه أديس أبابا السبب الرئيسي. الآن الاجتماعات ربما تفضي إلى تهدئة، ربما إلى تفاهمات، لكن حتى الآن ينخرط الرجلان سواء كان رئيس الأركان الأثيوبي ورئيس الأركان السوداني في اجتماع منذ وصوله وحتى الآن مع عدد من قادة الجيشين. حتى الآن لم يخرج هذا الاجتماع ولم ينتهي هذا الاجتماع. علمنا أنه في أجندة اجتماعات ولقاءات رئيس الأركان الإثيوبي هو لقاء لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وبالإضافة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق والعبد الفتاح البرهان. حتى الآن لم ترشح أي معلومات عن ما إذا توصل الجانبان إلى اتفاق أو هدنة أو تفاهمات حول إنهاء التوتر الذي يجري الآن ما بين السودان وإثيوبيا. نعم يارا، شكرا جزيلا لك أحمد العربي مراسلنا من الخرطوم.